واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيدي. بداية، ما وجاهت الأسباب التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب كسبب رئيسي ومقنع لتأجيل الانتخابات؟ الواقع أنه لا يوجد أي سبب مقنع لتأجيل الانتخابات، ولكنه هو القرار أو التوجه أو الطرح الذي طرحه الرئيس الأمريكي تزامن مع التقارير التي طالعت الأمريكيين هذا الصباح عن تدهور الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا. لا يوجد هناك أي أسباب مقنعة ولا أي أسباب دستورية تعطي الرئيس حق تأجيل الانتخابات إذا لم تكن هناك كارثة وطنية كبرى تعطل الحياة الاعتيادية، ولكن طالما أن الأمر يتعلق بإجراءات أخرى ليست كارثة وطنية ولا هو اعتداء على البلاد فلا يوجد أي إذا أسباب غير مقنعة. هل هذا يشير ربما أستاذ باسم إلى خشية حقيقية لدى الرئيس ترامب من عدم إمكانية فوزه في هذه الانتخابات، وربما يعطي نفسه وقت أطول للتحضير لهذه الانتخابات إذا ما تم تأجيلها؟ نعم، هو واضح تماما المعادلة الآن أن انهيار الاقتصاد في هذا الوقت يعني خسارة الرئيس ترامب لأي احتمالات بالفوز بالرئاسة، وهو بذلك يحاول اللعب على هذه المسألة. ولكن القضية معقدة جدا، حتى لو تم الاتفاق على تأجيل الانتخابات وهي سابقة لم تسجل من قبل في التاريخ الأمريكي إلا في بعض الولايات، فلن يكون هناك إمكانية لذلك. ولكنه عندما يرى أن الاقتصاد يتدهور وجائحة الكورونا تجتاح بشكل أكبر، وأن استطلاعات الرأي الأمريكي تشير إلى أنه جو بايدن يتفوق عليه في ولايات كثيرة، هذا يدفعه دائما للتفكير بأشياء غير مألوفة لدى الأمريكيين. ما هو الموقف الذي سيكون عليه حزب الديمقراطي وجو بايدن؟ هل يمكن أن يتساوق مع الطرح الرئيس دونالد ترامب ويوافق على تأجيل الانتخابات؟ طبعا لا، الحزب الديمقراطي أساسا هو الذي يحاول أن يبحث عن دلائل إدانة للرئيس الأمريكي، وعمل جاهدا لمحاكمته ولكنه فشل في ذلك. ولكن لن يتساوق الديمقراطيون وخصوصا جو بايدن مع هذا الطرح. ولكن عمليا إنه استصدار تشريع من الكونغرس لهذه المسألة يحتاج إلى عملية معقدة وطويلة وشاقة، قد تكون السباحة في المحيط مقيدا أسهل من أنه يصدر قانون بذلك. نعم، إذا كان الأمر معقد لهذه الدرجة وربما فرصة تحققه يعني نادرة إن لم تكن قليلة، نعم، للغاية، يعني ما هي الرسالة من طرح الرئيس هذا الموضوع تأجيل الانتخابات؟ كما قلت أنه هناك تخوف كبير على الاقتصاد الأمريكي، انهيار الاقتصاد يعني أنه يحمل المسؤولية عن ذلك، ويهم الأمريكيين جدا الوضع الاقتصادي والحياة المالية والأحوال المالية لهم، وبذلك تكون المسألة بعيدة عن متناول يده، وما يعني أنه سيفشل حتما في الانتخابات إذا ذهب إليها بعد 3 أشهر من اليوم، وهو هذا ما يخشى منه. ولذلك طرح هذا الطرح لتأجيل الانتخابات قبل الاختبار ليرى ما يكون هناك من ردة فعل لدى الجمهور الأمريكي. نعم، السيد باسم أبو سمية الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.